أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أن ما حدث في ليبيا لم يكن ربيعا ولا ثورة، بل كان قرارا للسلطات الفرنسية بالتدخل العسكري في هذا البلد وتقديم نزاع داخلي يجري فيه على أنه ثورة لتبرر أمام المجتمع الدولي تدخلها في ليبيا. وقال بيرلسكوني أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان متحاملا علي لأنه ذهب إلى ليبيا ورأى ملصقات كبيرة تحمل صورة القذافي وهو يعانقني، فعاد إلى أتباعه يقول أن بيرلسكوني وإيطاليا سلبانا كل الغاز والنفط الليبي، مشيرا إلى أن الطائرات الفرنسية بدأت بمهاجمة ليبيا قبل أن يتخذ قرار مشترك بهذا الشأن.